فيسيولوجيكال فاكتور اوف دراج. اهم حاجه طبعا كانت الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت والبارتيكل سايز اوف سسبندد دراج، الدراج اللي ما كانش دايب، كونسنتريشن وجود السيرفاكتنت. دي حاجه مهمه لازم تعرفها، ايه اسباب ان احنا بنحط سيرفاكتنت وممنوع نحطها للفينوليك دراج، انها بتعمل انتر اكشن، بتعمل كومبلكس، ايه بتعمل كومبلكس دراج سيرفاكتنت كومبلكس، فبيحصلش ابسوربشن، والابسوربشن فروم هيومن وول. البيز بقى خلصنا الفسيولوجيكال فاكتور وخلصنا الدراج، نخش بقى على البيزز. عندنا الكيميكال كاركتر اوف اتش بيز، وبعدين البولي سيرين جلايكول بيز، الادجفنت اللي هو الاضافات اللي بنحطها. خد بالك لو في كروس لينكر او لو في سيليكون، ايه الادجفنت اللي بتاثر على الديسوليوشن اوف ذا دراج، زي الامالسيفاينج بيز وكده، السبيسيفيشن اوف السبستريت بيز ان كانت ال ناتشرال او سينثيتك، الميلتنج رينج ده اللي بنقول رينج اوش بوينت، السوليد ستيت اندكس، الهيدروكسيل فاليو. كل واحده من دول نعرف تعريفها وتاثيرها بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف على الابسوربشن او دراج، سابونيفيكيشن فاليو، هايجين فاليو، الووتر نمبر. كل الكلام ده اخدناه امبارح. الاسيد فاليو، تايب اوف سبوزيتوري بيز. عندنا طبعا اول حاجه الاوليوجينوس، قلنا ايديال سبوزيتوري بيز لازم يكون ايه. الحاجات دي مش نقعد نحفظها 12 بوينت ونقعد نحفظها ونكررهم واحد، يعني مش هيجي لك واحد يقول لك سمع لي خواص الايديال، ما فيش حد بيعمل كده. بنيجي عند نقطة معينة منها ونسألك فيها. خلاص؟ الأوليوجين السعودية بيزل كاكاو بطر، الأدفانتج أو كاكاو بطر وعيوب الكاكاو بطر ليس أدفانتج. برضه أنا بقول لك مش مفيش حد هيقول لك سمع لي النقط كلها، أنت واحدة واحدة هتشتغل جواها. واجي عيوب الكاكاو بطر، واجي انواع البوليمورفز، خلصنا كاكاو بطر. نعمل حاجه اسمها كاكاو بطر سبستيتيوس. ايه كاكاو بطر سبستيتيوس دي؟ انتوا عارفين السمنه الهولندي، السمنه اللي هي مش البلدي، السمنه الهولندي او الزبده الصفراء اللي بيعملوها دي، دي خطيره جدا على فكره. دي عباره عن زيت مهدرج، هيدروجينيتد اويل، منتهى الخطوره. فكاكاو بتر سبستيتيوت دي اول حاجه نعملها، مينتين ذا ديزيربل بروبرتي اوف كاكاو بتر اند اليمينيت الانسيبل، يعني بنشيل الحاجات الديس ادفانتج بتاعت الكاكاو بتر وبناخد فيها بس المزايا كاكاو بتر. هي احنا بنعمل تريتمنت للفيجيتابل اويل تو بروديوس سبوزيتري بيز. خلاص؟ فعندنا الفيجيتابل اويل زي كاكاو، زي الكوكونات والبالم كيرنل اويل، بنغير خاصيته اللي هي الليكوفايد دي اويل، فبنخليها سوليد شويه، زي بنعمله هيدروجينيشن وبستيرفيكيشن او فراكشنيشن. هناخد احنا الهيدروجينيشن، هناخد الهيدروجينيشن. خلاص؟ دي الثلاث طرق اللي احنا بنستخدمها، بس احنا هندرس الهيدروجينيشن، وده اللي بيعملوه في الزبده الصفراء والبتاع دي، خطيره جدا جدا يا جماعه، اللي هي اسمه زيت مهدرج. فاحنا بنعمل الديفرنت ميلتنج رينج تو اوبتين ذا ديزايرد برودكت. الهيدروجينيشن دي ان اكسبنسيف هيدروجينيشن للاويل to reduce the unsaturation، يعني انت عارف احنا قلنا ان الترايجلسرايد بيبقى فيهم دبل بوند، فبنعمل بنكسر الدبل بوند الانساتوريشن دي، ان احنا بنحط اثنين هيدروجين او يعني
اتوم اتنين هيدروجين اتوم مكان الدبل بوند دي عشان اقلل الانساتوريشن سو انكريز ذا برسنتج اوف الترايجلسرايد ات روم تمبريتشر فيبقى يحصل له سوليديفيكيشن شويه يجمد ويديني البيز زي الكاكاو باتر تقريبا. الترايجلسرايد ويز لوور ميلتنج بوينت ار ريموفد باي انت عندك المفروض ان احنا نمسك اللي هي بوينت ميلتنج بوينت 36 دي الاوبشن لو اتكون شويه اقل من الميلتنج بوينت رينج اللي احنا عايزينها بنشيلها بالسولفنت. This type of bread produced are referred to as we say hard butter اللي هي الزبده الصفراء اللي انتوا عارفينها دي خطيره جدا. واثناء الهيدروجينيشن بينتج شويه في 36 احنا عايزينها الميلتنج رينج بتاعها وفي شويه بيبقوا اقل فالاقل ده طبعا ما بينفعش فبنعمل له بنشيله بسرعه. مش هناخد الاستيرفيكيشن ولا الري استيرفيكيشن هناخد بس الهيدروجينيشن. سامعين؟ هناخد بس الهيدروجينيشن يا ولاد. كده وصلت؟ انتوا جالكوا حاجة انتوا فطرتوا ولا لسه؟ نعم؟ تمام يا دكتور. يعني احنا خدنا الهيدروجينيشن وسيبنا الاستيرفيكيشن، ناخد الهيدروجينيشن بس. ركزوا عشان في حاجات كده هنشيلها كده واحنا ماشيين ما هيش مهمه قوي. يعني انا اديت الهيدروجينيشن لان للاسف هي دي الحاجات بتاعت السمنه الهولندي والزبده الصفراء اللي الناس بتستخدمها دي خطيره جدا. الهيدروفيليك سابوزيتوري بيز احنا خلصنا الاوليوجينس نخش على الهيدروفيليك جليسرين سابوزيتوري او بنسميها جيلاتو جليسرين يعني عباره عن جيلاتين وجليسرين. الجليسرينات الجيلاتين دونت ميلت ات بودي تمبريتشر ده بيحصلهاش ميلت دي بتدوب دي سولف ان في السكريشن او البودي فلويد كافيتي في الفاجينا او الريكتم. السوليوشن تايم از ريجوليتد باي ذا بروبورشن اوف الجيلاتين جليسرين ووتر يعني لو عايزاه تدوب بسرعه طبعا هزود الووتر شويه او الجليسرين الجيلاتين بيجمدها اكتر. ونوع الجيلاتين ان كان بي ولا ايه يعني اشفز ده طبعا نوع الجيلاتين بيأثر على الديستريبيوشن تايم يبقى النسبه بين مكوناتها والنوع الجيلاتين بيأثر على الديستريبيوشن تايم والكيميكال رياكشن اوف دراج والجيلاتين. الجليسرينات الجيلاتين سابوزيتوري مشكلتها انها ممكن يحصل لها بكتيريا جروس او مولد يحصل لها كونتامينيشن عشان كده لازم نحطها في الثلاجه وساعات بنحط لها مواد ايجنت تو انهبيت ميكروبيال جروس دي مشكلتها. ممكن يقول لك ايه مشكله الجيلاتو جليسرين سابوزيتري لان الجليسرين هايجروسكوبيك دي مشكله ثانيه. يس سابوزيتري ار باكد ان ماتيريالز ذات بروتكت ذيم فروم انفيرومنتال مويشر اول حاجه الجليسرين سابوزيتري فهياخد ميه فهيخليها تدوب فيبقى لازم انها تجد في بمواد زي الالومنيوم او البلاستيك البوليمر يعني باكينج عشان نمنع ابسوربشن اوف مويتشر. وتاني مشكله احنا قلنا اللي هي ايه؟ البكتيريا الجروس او المولد. تاني حاجه في الووتر سوليبل سابوزيتوري عندنا البولي ايثيلين جلايكول بنسميها كاربوكس. الكاربوكس دي عباره عن الباك بون بتاعها ادي الايثيلين وادي اوكسي اهي دي الوحده بتاعتها بتتكرر بقى لانها بوليمر لونج تشين بوليمر اوف ايثيلين اوكسايد هي دي اللي بتعمل البولي ايثيلين جلايكول. طبعا على حسب الموليكولار ويت لو كان من 200 ل 600 ده بتبقى ليكويد لو عدى ال 1000 يبقى سوليد. الووتر سولوبيلتي والهايجروسكوبيسي والفيبر بريشر ده طبعا دول كلهم ديكريز ويز انكريز المولكيولار ويت. كل ما المولكيولار ويت ما زاد كل ما السولوبيلتي والهايجروسكوبيسي والفيبر بريشر بتاعه قل. واحنا بنستخدم اللي فوق ال 1000 طبعا عشان نحصل على سوليد سابوزيتري.
وايد رينج من ميلتنج بوينت ممكن ان انا احصل عليها بان انا احط نسب من كل، يعني احط شويه 1000 وشويه 4000 كده، وان انا اغير الميلتنج الاسفل هي السولوبيلتي. هو مش مهم الميلتنج، اهم حاجه عادي السولوبيلتي. هي الميلتنج دي عشان وانا بحضر، انما الابلكيشن بتاعه في البودي بيحصل سولوبيلتي للسبوزيتوري، انما لما اجي احضره بسيحه في برضه بالبورسلين ديش كده واحط الاكتيف انجريدينت واقلب نفس الطريقه. انما لما بيحصل له ادمنستريشن في البودي بيحصل له سولوبيلتي. الوايد رينج من السولوبيلتي ميك بوسيبل تو فورميليت السبوزيتوري ويز فيريس ديجري من اهو دي السبيلتي وديستريبيوشن ريت. اهو لو انا هاخد 1000 و4000 كل ما ازود اهو، كل ما ازود نسبه ال 4000 كل ما يبقى مور سوليد ويقل ويبقى مور ستيبل ويبقى بياخد والريت اوف ريليز اوف ذا دراج طبعا بيقل الريت، وكل ما ازود الالف فازود بيخليه فاستر. يعني لو عايزاه فاستر اقلل ال 4000 وزود الالف زي الفورمولا اللي فوق دي. مش هيجي لك تحفظ الفورمولا، انما يجي لك مثلا يقول لك كل ما ازود ال 1000 ل 4000 هتقول له ان انا احصل على مور فاستر. فاهم؟ ادفانتج اوف بولي سيرين جلايكول بقى قيمته عن بقيه البيزز. البولي سيرين جلايكول دونت ريكواير مولد لوبريكيشن زي كاكاو بطل كنا بنعمل لها لوبريكيشن بالصوم لو تفتكروا. ايزير تو بريبير زي كاكاو بطل. physiologically inert don't hydrolyze or deteriorate don't support mold زي الجيلاتو جليسرين. يعني ميزتها عن الجيلاتو جليسرين انها don't support mold، وميزتها عن الكاكاو باتر ان هي ما بتاخدش لوبريكيشن. عيب بقى البوليسيرين جلايكول ايه؟ انها احنا قلنا ان فيها هايجروسكوبيك. هايجروسكوبيك لما بيحصل لها انسيرشن في الريكتم بتشد الميه اللي عند اللي في الميوكس فتعمل حاجه اسمها ستينج. ستينج ده نوع من الاريتيشن، كان انت اعمل كده شد الميه من على الميوكس امبرين هتحصل هتحس بالاريتيشن. عشان كده لما بنيجي نحط لها انسرجن لا يستحسن ان احنا نبلها الاول قبل ما نعمل ديبنج ان ووتر بيفور انسرجن عشان نقلل الستينج سنسيشن ده او الاريتيشن دي. انتوا معايا ولا نمتوا؟ معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. ايوه يا مصطفى. طيب البولي ايثيلين جلايكول سابوزيتوريز يعني ممكن يجي لك ايه مزايا ده وايه عيوب ده كده يعني. البولي ايثيلين جلايكول سابوزيتوري كان بي بريبيرد باي هاند رولينج. احنا قلنا الكاكاو بتر ممكن اعملها هاند رولينج. هاند رولينج ازاي؟ انك بتعملها كده الكاكاو بتر ممكن اعملها كده اعملها زي الكفته كده واحطها عمود كده على البنش واقطعها متقطع. انما البولي سيرين جلايكول ما تنفعش، لازم باي مولد اند كولد كومبريشن مش بس ان لازم احطها في المولد. سبيشال بريكوشن نيسيسري ان بريبيرنج ا مولد سابوزيتري ويز ذا بولي سيرين جلايكول. ايه بقى المشكله؟ ان لازم اخد بالي بريكوشنز وانا بحضر مولد بولي سيرين جلايكول. المولد ماست بي دراي. ليه؟ لان البولي سيرين جلايكول بيدوب في الميه ولازم يبقى دراي. السبوزيتري ويل بي في فيشر. فيشر يعني تشقق، ممكن يحصل لها تشقق اونت ذا كريستاليزيشن اند كونتراكشن اوف ذا بوليمر. ممكن يحصل له كريستاليزيشن او كونتراكشن وممكن يحصل له فيشر. فيشر يعني بريتل كده شقق. والممنوع طبعا لازم يكون ناشف كويس قوي قبل ما احطه. such a solution may be easily fractured in packing او handling. يعني وانا بعبيه او بعمل رابينج بحطه في ال بغطيه يعني كده وبتاع وبعمل له باكينج في الباكج بتاعته او بعمل له هاندلنج وانا ماسكاه ممكن يتفرفش في ايدي. طب البروبلم دي بنصلحها ازاي؟
لو تقول ذا كونجي بوينت تو ذا كونجي بوينت بيفور بولينج، يعني بعد ما احضره ما اخدوش سخن سخن كده واروح كباه في المولد، لا لازم اسيبه الاول لدرجه حراره الكونجي اللي هو انه يمسك نفسه، وبعدين ابدا اعمله بولينج. لو عملته بولينج على طول زي ما هو هيحصل له فيشر، يعني هيبقى بريتل، ممكن يجي لك مشكله يقول لك تحلها ازاي. ووتر ديسبيرجد بيز، في حاجه اسمها ووتر ديسبيرجد بيز، ايه عباره؟ هي عباره عن سيرفاكتانس، زير نون ايونيك سيرفاكتانس، نون ايونيك سيرفاكتانس ريليتد كيميكال تو ذا بولي ايثيلين جلايكول، شويه كيميكال يعني شبه الموليكول. يعني السيرفاكتان دي يوز ان سبوزيتوري فورميليشن، ايه هم؟ اول حاجه التوين، ممكن يسأل لك اسمه الأساسي اللي هو بولي أوكس إيسيلين سوربيتان، عشان كده بقول كيميكال ريليتد للبولي إيسيلين. طيب بولي أوكس إيسيلين سوربيتان ده التوين، بولي أوكس إيسيلين ستياريت، ده خد بالك دي سوربيتان، دي ستياريت اللي هو الميرج، وسوربيتان فاتي أسيد إستر اللي هو الإسبان والأراسيل. الحاجات دي ممكن تجي لك يا أولاد، ليه؟ لأن هي دي الحاجات اللي بتستخدم في المصانع، فانا مضطريه ان انا اجيبها لك عشان لما تخش مصنع ما تبقاش اجنورنت، ما تبقاش جاهل، تبقى عرفت ايه دول. عباره عن سيرفاكتانت، هي ووتر ديسبيرزبل بيز، بتستخدم بدل الكاكاو بتر في انها تعمل لي سموزيتري بيز. دي السيرفاكتانت ايجنت مي بي يوز الون، ممكن استخدمها لوحدها او بقلبها مع بعمل لها بلند ان كومباينيشن ويز اذر سموزيتري فيكل ماتيريال to yield wide range من الميلتنج بوينت اند كونسيستنسي. يعني ساعات بحطها مع الكاكاو باتر او مع البيز الثانيه عشان تديني كاركتر مختلفه، اغير الميلتنج رينج، اغير الكونسيستنسي نفسه بتاعت السوزيتري تتغير لما بحط لها هذه السيرفاكتنت. واحنا قبل كده قلنا استخدام السيرفاكتنت في البيز بتعمل ايه؟ Advantage of water dispersible beads اللي هم مين؟ توين وسبان وميرج وارلاسيل، سموا بعض يعني فلان ده ميرج وفلان ده ارلاسيل وفلان ده، عشان تحفظوه ما تنسوهاش. Advantage of water dispersible beads السوليتري بيز، ايه ميزتها بقى؟ ممكن تستخدم لوحدها او in combination with other beads عشان تحسن البروبرتي بتاعتها. can be used for formulation post water soluble and oil soluble drugs. اول ميزه ليها انها عشان منها ما هي سيرفاكتنت، فممكن تستخدم مع الووتر سوليبل والاويل سوليبل دراجز، وكان بي ستورد اند هاندل ات اليفيتد تمبريتشر، ممكن يبقى الميلتنج رينج بتاعتها شويه عاليه، فممكن تستخدم ات اليفيتد تمبريتشر. هاز برود دراج كومباتيبلتي، ما فيش انتراكشن مع بعض الدراجز. نون سبورت لمولد ومايكروبيا جروس، نون توكسيك اند نوت كوز اي سنسيتي او اريتيشن. دول الحاجات دي تتحفظ؟ اه طبعا تتحفظ. عيبها ايه؟ ان انا لازم اعمل كوشن مش بيتيكل ان ذا يوز اوف ذيس سيرفاكتنت ويز سام دراجز. فاكرين لما قلنا الفينوليك دراج بتتفاعل مع السيرفاكتنت وتعمل كومبلكس؟ due to the increase in the rate of drug absorption. أول حاجة إنها بتعمل، بما إنها surfactant بتزود السولوبيلتي فبتزود الأبسوربشن of drug. فلو أنا عندي potent drug، potent يعني كلمة potent drug يعني drug بيستخدم بـ concentration قليلة جدا بالمايكرو أو بالنانو، فخطر جدا إن أنا أحط السيرفاكتنت أو الديسبيرزبل drug دي اسفه بيزز ووتر ديسبوزبل بيزز اللي هي سيرفاكتنت، لان دي هتزود الابسوربشن، فده طبعا مش مطلوب. تاني حاجه ان هي سم سيرفاكتنت بتعمل انتر اكشن وي سم دراجز زي الفينوليك دراجز قلناها قبل كده، وبيحصل ديكريز ان سبب. وطبعا لما هتعمل انتر اكشن وتعمل كومبلكس معاها مش هيحصل ابسوربشن، فهيقل الثيرابيوتيك افكت. مهم قوي دي ادفانتج دي. كومبريس تابل السوداتي مش هناخدها. سامعني يا مصطفى؟ يا مصطفى
نمت يا مصطفى ولا قمت تفطر؟ يا مصطفى لا إله إلا الله. طب مين موجود؟ انت مين؟ مين؟ ايوه يا دعاء سامعني؟ مصطفى راح فين يا دعاء؟ دعاء طيب دعاء أسامة. أيوة يا دعاء صحصحوا كده، ولا أنتوا بتفطروا ولا في إيه؟ الكومبريس تابلت السبوزيتي مش معانا دي ملهاش لازمة يعني، ما بتستخدمش كتير. unusual type of suppository دي جميلة، ال unusual type دي. فاكرين لما كنت في المعمل يقول لك حط على طول، ما تقعدش تحط شوية وبعدين شوية وبعدين شوية وانت بتعمل مولدنج؟ ده بيعمل layering. في حاجة اسمها layered suppository. يعني ايه layered suppository؟ دي بتكون horizontal او vertical. ازاي؟ يا اما ان انا يا اما الدراجز اللي موجودة فيها بتكون بيحصل incompatible مع بعضها، فما ينفعش انها تتقلب كلها، فبحط شوية في دراج وبعدين افصلها بواحدة واحد دراج تاني، يبقى لايرد عشان الدراجز ما تحصلش incompatible مع بعضها. ساعات بتبقى فيرتيكال. ازاي فيرتيكال؟ ان انا بعد ما اعمل السبوزيتري اعمل له ديبنج في شوية بيس فيهم دراج، وبعد ما ينشف اعمل لهم ديبنج في شوية تانيين فيهم دراج تاني وهكذا. دي بتبقى ميزه. اول حاجه بمنع الانكومباتيبلتي ما بين بعض الدراجز. تاني حاجه ان انا ممكن احط كل بيز مكونه له ميلتنج بوينت معينه، فما يحصل لهمش كلهم ابسوربشن مع بعض، يعني يحصل ابسوربشن اللي شويه وبعدين اللي بعده وبعدين اللي بعده وهكذا. خلاص يا ولاد، يبقى الليرنج دي عندنا formulation of subsidy. في problem in formulation of subsidy. ايه البروبلمز؟ البروبلم دي طبعا لازم تتسال في البروبلمز وازاي امنعها. اول حاجه الهيجروسكوبستي. الهيجروسكوبستي دي منتهى الخطوره. خلاص الجلسيريت الجيلاتين دي هيجروسكوبيك، يعني ممكن تعمل حاجتين، لوس ميه وتاخد ميه. لما يكون دراي كلايمت فهتعمل لوس ميه، لما يكون هوميديتي عاليه هتعمل ابسورب مويتشر. والبولي اوكسيجين جلايكول برضه هايجروسكوبيك. ذا ريت اوف مويتشر تشينج ان بولي اوكسيجين جلايكول بيز ديبند اون ذا هوميديتي والتمبريتشر وعلى التشين لينكس اوف ذا مولكيول. از ذا مولكيولار ويت انكريز الهايجروسكوبيستي ديكريز. خلاص يا ولاد، كل ما الموليكولا ويت يعني 1000 و4000 وكده ده الهيجروسكوبستي بيتقلل، انما 100 و400 وكده دول بيبقوا ليكويد اصلا. يبقى اول حاجه الهيجروسكوبستي. تاني بروبلم الووتر ان سبوزيتي. لو انا عايز احط ووتر او يعني ماده ووتر اكواس في السبوزيتي، يوز اوف ووتر از سولفنت فور انكوربريتنج سبستانسز should be avoided for the following reason. المية هتعمل ايه؟ أول حاجة accelerated oxidation للفات. وإذا الوتر evaporate فإن الدروب اللي أنا كنت مدوباه هيحصل له crystallization ورياكشن بين الانجريدينت بيزيد في وجود المية، والبكتيريا والفانجل جروس. خلاص دول ممكن أمنعها بإن أنا أحط بارابينز. بارابينز ده سلفا بكتيريا ستاتيك. الانكومباتيبلتي دي خطيرة جدا وبتسيروا فيها ضروري. البولي اسيلين جلايكول ار انكومباتيبل ويز ايه؟ عندك حاجات كتير سطرين اهو، بس انا مش هسألك غير يا اما امينو بايرين او الاسبرين، الباقيين دول لا خلاص ما تقعدش تحفظ لي السطرين دول كلهم. امينو بايرين واسبرين. خلاص many kingdoms are tendency to crystallize the polyethylene glycol. يبقى polyethylene glycol incompatible مع الامينوبايرين والاسبرين. وبعض المواد بيحصل لها crystallization للبوليسيلين جلايكول زي مين؟ زي السلسيليك اسيد والصوديوم باربيتال. ممكن يجي لك ماده ويقول لك ليه ما بستخدمهاش مع البوليسيلين جلايكول؟ تقول لي اول حاجه هي incompatible معاها،
تاني حاجه كريستالايز معاها لو كانت واحده من دول، وهاير كونسنتريشن من السلسيليك اسيد بتعمل سوفت للبوليسيلين جلايكول، هيبقى اوينتمنت لايك كونسيستنس. تخيل بقى اوينتمنت لايك كونسيستنس بدل ما كانت سبوزيتوري سوليد كده، فازاي هتعمل لها ابلكيشن؟ والاسبرين برضو كومبلكس ويز بوليسيلين جلايكول. يبقى الاسبرين فيه مشاكل. اول حاجه يقول لك ليه الاسبرين بيتاخد كتابلت مش سبوزيتوري في البوليسيلين جلايكول؟ قال لك البوليسيلين جلايكول مع الاسبرين اولا انكومباتيبل، تاني حاجه ان هو الاسبرين كومبلكس ويز بوليسيلين جلايكول. بنسلين جي برضه مهم، ماله بنسلين جي؟ هو ستيبل في الكاكاو بتر اند اذر باتشي بيزز، انما بيحصل له ديكومبوز ان بوليسيلين جلايكول بيز. البنسلين جي بيحصل له ديكومبوز في بوليسيلين جلايكول. فاتي بيز with sufficient hydroxyl value react with the acidic ingredient زي السلسيليك اسيد وكده، دول acidic ingredient. فاتي بيز زي كاكاو بطر اللي يكون hydroxyl value عالي react with the acidic ingredient. يا جماعة الصفحة دي مهمة، صفحة حلوة، صفحة أسئلة يعني. أيوة ده في ناس لسه داخلة صدقهم، ربنا يكون في عونهم. الفيسكوستي بقى يا ولاد، دي صفحة أسئلة اللي فاتت دي. الفيسكوستي بتاعت الملت استغلتي ماس دي مهمة جدا طبعا. يعني تو اس بيهيفير ان ذا ليكتم افتر ميلتنج، الميلتنج اثناء البسكوستي بتاعتها اثناء التحضير، والبسكوستي افتر ميلت في الريكتم، لان البسكوستي افتر ميلت في الريكتم دي حاجه مهمه جدا هتاثر على الديسبيرزابيلتي بتاعت الدراج ووصوله للابسوربشن سايت. وانما البسكوستي في التحضير مهمه ليه؟ لان ممكن يحصل سيديمنتيشن للباودر زي ما قالوا لكم في المعمل. قال لك احسن الزنك اوكسيد يحصل له سيجمنتيشن. الكاكاو بطل ميلتد والسبستيتيوتد بيزز لها لو فيسكوستي لما يكون ميلتد يعني، انما الجليسيونيتد جيلاتين والبوليسيلين جلايكول هاف فيسكوستي كونسيدرابل هاير ذان الكاكاو بطل. يعني الجيلاتو جلسرين والبوليسيلين جلايكول البسكوستي بتاعتها اعلى من الكاكاو بطل الميلتد. لما يكون عندي لو بسكوستي بيز باخد بالي جدا وانا بحط الدراج تو افويد سيديمنتيشن اوف ذا. لما هيحصل سيديمنتيشن للبارتكل بيحصل ايه؟ بيبقى ان يونيفورم سوزيتري، يعني كل الدراج متركزه تحت وفوق فاضيه، فده بنسميها بور تكنيك. طب الحل بتاعها ايه؟ ها؟ يبقى الاكتيف انجريدينت مش ويل ديستريبيوتد، متركز تحت حصل له سيديمنتيشن وبقيت السوزيتري فاضيه. الحل بتاعها ايه؟ لو تفتكروا كنا حطينا، فاكرين؟ ايه اللي كان بيغير السكسوتروبي؟ مين اللي فاكر؟ مين اللي فاكر؟ سيسوتروبي يعني بيحصل له سيكلينج، واحنا بنقلب كده يقوم يحافظ على السسبنشن او سسبندنج دراج عشان امنع السجريجيشن اوف بارتيكل سسبندد في ان المولتن بيز ويل بي ميكسد شود بي هاندل ات لوست تمبريتشر. وانما سيل ويزاوت انتربنت في ايه؟ لا بتتقلب وبالراحه واند كويكلي سوليديفاي ان ذا مولت. والأهم من كده إن أنا بحط له يلا 2% إيه؟ ألمونيوم ستيريت، مونو ستيريت. إيه الميزة بتاعتها؟ إيه الميزة بتاعتها يا ولاد؟ فاكرين لما كنا بنقول إنها بتعمل بتخلي البيز ليها سكسوتروبيك سكسوتروبيك إفكت أو كونسيستنسي، يعني تزيد تحصل فيسكوستي تعلى وأنا بقلب الدراج فيها، فيبقى ويل ديسبيرزد ما يحصلوش سيديمنتيشن. كيد ان مينتين هوموجينتي اوف سسبنجن، ستايل سترايل
ميريستايل الكحول وستيريك اسيد، لا انا هكتفي بالالومنيوم مونوستيريك. ليه؟ لان متقال قبل كده انها بتعمل سكسوسابل اي اكشن تو امبروف الكونسيستنسي اوف السابلت. انا هكتفي بالالومنيوم مونوستيريك. البريتلينس برضو من ضمن البروبلم انها تبقى فرويله كده فرفته، دي مهمه قوي. السابوزيت اللي ميد فروم كاكاو بوتر بتكون إلاستيك and don't fracture إلا إذا عملت لها شوك كول. شوك كول دي من أخطر الحاجات. شوك كول خلاص. To overcome this difficulty فإن temperature difference بين الملتد بيز والمولد لازم تكون قليلة، يعني ما تكونش سخنة قوي وفجأة أروح عاملة لها بورينج في مولد مثلا فريزت، ده يخليها بريتل. خلاص. اديشنال سمول اماونت من السيرفكتانت، كل الحاجات دي بتزود البلاستيسيتي وتقلل البريتلنس، زي البوليسيلين جلايكول او التوين. البوليسيلين جلايكول او التوين ده بيزود البلاستيسيتي ويقلل البريتلنس. خلاص. الدنسي برضه عشان وانا بعمل كالكوليشن في الجي في يا اولاد، الدنسي بتاعت البيز غير الدنسي بتاعت الدرج، دي من ضمن البروبلم. طيب انا عندي الفوليوم بتاعت المولد ثابته والدنسي بتاعت البيز غير الدنسي بتاعت الدرج، وانتوا خدتوا الكلام ده وحطيتوه في المعمل صح؟ الدنسي دي انتوا حسبتوها في المعمل صح؟ فلازم يكون عندي نوليدج عن السوبوزيتوري بيز دنسي قبل ما اشتغل. طب لو انا مش عندي، فانا عندي الفوليوم ثابت واعمل اصب فيها بلين بيز وبعدين احسب الدنسي كده، بقى عندي الدنسي بتاعت البيز ابدا احسب الدي في الفوليوم كونتراكشن. الفوليوم كونتراكشن دي حاجه مهمه لو دي بتحصل مع كاكاو بتر، والحل بتاعها ان انا بعمل اوفر فلو. لو تفتكروا الاوفر فلو علشان لما يحصل فوليوم كونتراكشن اولا شكل السبوزيتوري مش صح، هتبقى بريتل، يعني هتبقى من نص ما في خرم فيها فتبقى بريتل فاضيه. فالصح ان انا بعمل اوفر فلو زي ما انتم شايفين ده، وبعدين بقطعها وتبقى كده مظبوطه، يعني ده كمان بيقلل الدوز بتاع الدرج. خلاص. الكونتراكشن كان بي eliminated by pouring a mass slightly over above its conjugal temperature into the mold to about the same temperature. يعني بحط وانا يكون شويه عندي شويه كنوا مش في melting temperature، يكون شويه كونجل واحطهم اوفر زي ما شفنا كده. ده ايه خطر الكونتراكشن ده؟ اولا ما بيديش البروبر سبوزيتوري ويت، وبناء عليه ما بيديش الدوز بتاعت الدرج، وكل دي مشاكل. بعدين بيخليها بريتل. اللوبريكانت اور مولد ريليز ايجنت، لما يكون عندي كاكاو بحط اكوا سوليوشن من الصوديوم وريل سلفيت عشان اقدر اخرج او بعض السيليكون او بعض السيليكونز عشان اخرج الريليز للسبوزيتري من المولد. خلاص. وساعات بعمل له تفلون، انت عارفين الطاسه التفلون، ساعات بحط له تفلون عشان اخليه برضه يخرج بسهوله الريليز للسبوزيتري من المولد. الجي في احنا او الدوزج ريبليسمنت فاكتور انت عملتوها في المعمل، فمش هناخدها هنا خلاص، كفايه مسائل المعمل. خلاص. اللي بترد عليا كل مره صح؟ يا هي في واحده بس، واحده اللي بترد اسمها ايه؟ ايوه يا دكتور دعاء. استني يا دعاء، انت الوحيده اللي صاحيه يا دعاء، استني.
استني يا دعاء. لا يا دكتور والله انا صح. ها والله دعاء هي اللي بترد عليا، انا مش عارفه يعني، انا كنت شايفاكم. دعاء هي كل ما بسأل دعاء هي اللي دعاء أسامة مش كده؟ إنما الباقيين راحوا فين معرفش، الاثنين بيختاروا. أيوة يا دعاء، دي انتوا خدتوها في العملي فخلاص مش هنقعد نعيد بقى ونزيد ونجيبها في النظري. الويت اند الفوليوم كنترول برضه من ضمن المشكلة. ما هي دي طبعا للجي في برضه خلاص. المفروض مش كل يعني لما اعمل مثلا 100 سبوزيتري مش كلهم بيبقوا نفس الويت، فطبعا دي حاجة مش صح في الكواليتي كنترول. فجي قالوا في الروشن والجيرمان فارماكوبيا اداني مساحه فاريشن 5% بلس وماينس للافريج ويت. يعني انا عامل افريج ويت مثلا 2 جرام، فبزيد في مساحه ان انا ازود زائد او ناقص 5%. اما في النورديك فارماكوبيا فبزود 10% زائد وناقص ل 90% من السبوزيتري. يعني لو انا عندي 100 مسموح ان 90 منهم يبقوا زايد او ناقص 10%. ده الكواليتي كنترول بتاع الثروات. الرنسيتي دي حاجه مهمه جدا. الرنسيتي دي يا جماعه اللي هي اللي احنا بنقولها كده باللغه العاميه، يقول لك ان السمنه زن او الزيت زنخ. زنخ ده ان احنا اوكسيديشن، حصل له اوكسيديشن. ولما يحصل له اوكسيديشن ليه؟ لان عشان عمليه الانساتوريشن في دبل بوندات كتير، فلما بيلاقي اكسجين بتنكسر البوند وينحط، فعلى طول يحصل له رسيت كونفيوجن ما بيتكن بين الاسيتي. ولا احنا هنتكلم على بنتكلم على الاسيتي ريزلت فروم ايه؟ اوتو اوكسيديشن اند ديكومبوزيشن اوف ان ساتوريتد فات. ان ساتوريتد يعني فيها دبل بوندات. فعشان كده احنا لما بنيجي نعمل ال تفتكروا الاي جين فاليو عشان نستخدم البيزز اللي فيه اللي ما فيهاش ان ساتوريشن كتير، فبيحصل تتحول الى لو او ميديوم مولكولار ويت ساتوريتد اند ان ساتوريتد الدهايد وكيتونز هاف سترونج ان بريزنت اوردر. يبقى ريحتها وحشه جدا طبعا. عشان كده بنشوف الايودين فاليو عشان نتاكد انها ساتوريتد ولا ان ساتوريتد. The lower the content of unsaturated fatty acid في السبوريتري بيز the greater its rancidity. Resistance to rancidity. The common rancidity. اللي هي كل ما قل ال unsaturation. خلاص يبقى تقاوم الرنسيتي. خلاص يا ولاد، لان الرياكشن بيحصل فورميشن اوف هيدروكسيد. طب جيب نكشف عنها بايه؟ بالايودين فاليو يا ولاد. خلاص اكزامبل اوف افكتيف انتي اوكسيدنت اللي انا احطها، عشان برضو افرض ان انا بعد ما جبت البيز لقيت لقيت الانساتوريشن قليل ولا الحل ايه؟ ان انا احط له انتي اوكسيد. ايه الانتي اوكسيد اللي انا بستخدمه؟ مش هخليك تحفظ ده كله، احفظ لي ده بس. بيوتايل هيدروكسيد سون. بيوتايل اهي نقسمها نصين، هي بيوتايل هيدروكسيد سون. هي كلمة واحدة بس أنت قسمها نصين، بيوتايل هيدروكسيد سون. هو ده الانتي ليه بيتقال هيدروكسيليسول؟ لان ده انتي اوكسيدنت بيدوب في الفات، بيدوب في الفات، فبيعمل انتي اوكسيدنت للبيز زي كاكاو بتر. بس ده في الفات يعني ما ينفعش احطه مثلا في البوليسيلين، ما ينفعش، ملوش دعوه بالبوليسيلين جلايكول او ولا بالجيلاتوبوليسيلين، ده في كاكاو بتر. طب وانا بعمل ابروش
فورميليشن اوف سبزيتس، ايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها important consideration وانا بعمل الفورمولا. لازم اعرف الميديكيشن بتاعي لوكال ولا سيستميك عشان اشوف الابسوربشن، السايت اوف ابلكيشن ريكتال ولا فاجينال، الديزايرد افكت تو بي كويك اور سلو بروج، عايز الريليز بتاعي فاست ولا سلو. دي حاجات مهمه وانا بعمل الفورمولا. البيز بتاعي evaluated by measured drug availability from the suppository، الريليز بتاع الدراج عاد 36 درجة لازم اعملها in vitro. الكوست ما استخدمش بيز غالية قوي يعني. stability of both active ingredient والبيز في التلاجة لما احطها في 4 درجات يعني مش هيحصل لها crystallization ولا حاجة. وفي room temperature انا بكلمكم عن الخطوات اللي باخد بالي منها وانا بحضر، يكون ايزي اوف مولد اند ريليز من المولد، بسهل ان ريليز من المولد. التوكسيستي والاريتيشن بتاعه مهم قوي. تيست لما يكون السبوريتي بتاع السيستميك يوز، فان اف ذا دراج از ووتر سوليبل يعني هيدروفيليك، الفاتي بيز ويز لو ووتر نمبر ماي بي بريفرد. شوف انا محمراها يعني مهمه. اذا الدراج بتاعي ووتر سوليبل واحطه في فاتي بيز، لازم الفاتي بيز بتاعتي كلها ووتر نمبر ماي بي بريفرد، لو ووتر نمبر. يعني لو الدراج هيدروفيلك اخد بيز لو ووتر نمبر. ليه؟ علشان ما ياخدش ميه ويخلي الدراج برضه يبوظ. On the other hand if the drug is fast soluble then a water type base يعني زي بوليسيلين with addition of surfactant عشان الدراج الليبوفيليك عشان السولوبيليتي may be the preferred choice. الكام سطر دول بمنتهى الأهمية. يا دعاء، دعاء الكام سطر دول منتهى من يا دعاء. خلاص يا دعاء. يبقى انا عندي دراج، عندي دراجين دراج، اجي دراج اول واحد دراج هيدروفيليك. بص الثاني عايز اديهالك لون تاني مثلا وليكن كده. لو الدراج هيدروفيليك بحط له بيج ايه؟ واحطه في بيتي بيج، لازم يكون فيه ايه؟ يكون الووتر نمبر بتاعت البيج ايه؟ قليله، لو ووتر نمبر. طب لما يكون الدراج بتاعي فيت سوليبل بحط سيرفاكتنت في البيز علشان تزود تساعد السولوبيلتي بتاعت البيز والهين سولوبيلتي ماي بي بريفرد تشويس، وان البيز بتاعتي تكون ووتر تايب بيز يعني تكون بوليسيلين. يعني الفيس سوليبل بيز الدراج بحطها في ووتر تايب بيز، وانما الووتر سوليبل دراج بحطها في فات بيز بس تكون لو ووتر نمبر. خدت بالك يا دعاء؟ ولو كان الدراج بتاعي فات سوليبل بحطها في ووتر بيز بس في وجود ايه؟ سيرفاكتن. برضه الصفحة دي مهمة أوي. خلاص؟ بس خلاص. وعشان ازود الهوموجينيتي زي ما اقول لكم في المعمل لازم تعمل فاينل ديفايدد للبارتكل. خلاص عشان تبقى في جود ديسبرزابيلتي. بس مش عايزه اكتر من كده، بس مش عايزه اكتر من كده. بالنسبه للباكينج
احنا عندنا نوعين، يا اما فويل التن اللي بتبقى تن، يا اما بلاستيك ستريب. وانتوا عارفين ان السبوزيت اللي بيبقى يا اما تن يا اما بلاستيك، وان انا بعمل بورينج فيه على طول، وان انا بسقع وبعدين بتعدي من على مكنه تروح مقفلاها. لما بعمل بورينج على طول في الرابينج ماتيريال ده بيبقى اسرع في الانتاج، وبيقلل الديفورميشن والبريكج بتاعت السبوزيت. انا بصب في الرابينج على طول ماتيريال، وبعدين يسقع ويروح مقفول الشريط على طول. خلاص دي بنسميها ان باكينج مولدنج. ان باكينج يعني انا بشوفه بوقفها كده واعمل بورينج فيها على طول. ان باكينج مولدنج يعني اتنين في واحد زي ما بيقولوا. خلاص ايه مزايا الان باكينج بقى؟ اول طبعا هاي برودكشن ريت، ان انا مش باخدها وافضل اعبيها تاني، لا خلاص هي على طول فيها. طبعا اي مشكله في الهاندلنج ما بتحصلش، نو بالك هاند، مفيش هاندلنج او ستورج اوف ان رابد سابوزيتري اللي ممكن تسيح وتلزق في بعضها. disposal mold had additional advantage اللي هي دي برضو. إذا الماش should melt at a high storage temperature، هنا مش هيحصل أي stick في بعضه لأنها مفصولين عن بعض. عيوبها depend on the shape of the formed mold، إن ال شكل ال شكل ال الباك نفسه هو اللي بيعين لي شكل السبوزيتري بس. فدي مزاياها ودي عيوبها برضه، حاجه كويسه مهمه. خلاص لو عملناهم من الاول وبعدين عملنا لهم رابنج بعد كده ممكن يحصل ديفورميشن بريكج، ممكن ستيننج يلزقوا في بعض. فدي احسن اسمها امباكينج، اسمها ايه؟ امباك مولدنج، يعني اتنين في واحد. حد مش فاهم اي حاجه كده؟ مفهومه السبوزات كلها وقلنا الاسئله فيهم كلهم، قلنا الاسئله بتيجي ازاي. حد عنده اي تساؤل في السبوزيتري قبل ما نقفل؟ حد عنده تساؤل في السبوزيتري؟ حد يكروت؟ لا يا دكتور تمام. انت مين؟ انت رجعت تاني يا مصطفى؟ موجود يا دكتور. فطرت خلاص؟ فطرت. اصلك رحت فطرت وبيت كده. طب يا مصطفى